في محاوله جديده للتقدم نحو تحقيق السلام وانهاء الحرب في اليمن يعود طرفان نزاعي الى طاوله الحوار تحت اشراف فريق الامم المتحده حيث تعقد الجوله الثانيه من اجتماعات لجنه المراقبه الامميه في مدينه الحديده الاجتماع يبحث اتخاذ خطوات فعليه على الارض لتنفيذ اتفاق السويد خاصه بعد انتهاء الجوله الاولى من الاجتماعات دون تحقيق تقدم يذكر بشان الرصد واليه التنسيق لوقف اطلاق النار وضمان تحقيق اعاده انتشار ذات مصداقيه واعربت الامم المتحده في بيان لها عن خيبه الامل الى عدم وصول الاطراف الى خطوات لبناء الثقه من جانبه اكد باتريك كاميرت رئيس فريق المراقبه الاممي ان اي اعاده انتشار لن تكون ذات مصداقيه الا اذا تمكنت جميع الاطراف والامم المتحده من الملاحظه والتحقق من انها تتماشى مع اتفاق السويد وجاء ذلك عقب الاجراءات التي قام بها الحوثيون بتسليم ميناء الحديده الى خفر السواحل التابعين لهم بالاساس ما ادى الى غضب عارم لدى كاميرت على حد وصف البيان